عربية براند جوي، من احسن العربيات طبعا في السوق كله. براند جوي غنية عن التعريف زي ما انتوا شايفين، بتيجي الكتالوج بتاعها بيبقى متعلق فيها، وكمان بيبقى معاها الكتالوج الكبير بتاعها في كل المواصفات. بتيجي بالكفر بتاعها، نقدر ان احنا نفكه ونشيله ونركبه زي ما انتوا شايفين. المتانة في العربية، بتتفرد سرير وكرسي كامل. ادي ده سرير اول مستوى، المستوى الثاني، المستوى الثالث، المستوى الرابع، فيها كل المميزات. وكمان الجزء اللي قدام ده بنقدر بيبقى فيه زي زرارين من تحت بندوس عليهم، نقدر ننزله بحيث ان البيبي لما يكبر يقعد يحط رجله على مسند الرجل، او لما يبقى بيبي صغنن نايم بنفرد السرير ونرفع الجزء ده عشان يدي معانا طول سرير الطفل. علشان نفرد العربية سرير زي ما انتوا شايفين، من ورا في الجزء الاسود ده بنرفعه لفوق، وبيبقى سهل معانا ان احنا ننزل العربية لاي مستوى احنا عايزينه. عايزين نرفعها بنزق بايدينا كده بالطريقة دي، والكفر معاها ممكن نحطه في باسكت الشنط الكبير، في باسكت معاها كبير علشان شنط الطفل او شنط الام. زي ما انتوا شايفين سهلة جدا وسلسة في التعامل، وباتنين تابلو هنا للام بمكان الكب، وتابلو للطفل علشان تقدري تستخدمي العربية ككرسي طعام في البيت. براند جوي طبعا غنية عن التعريف وسهلة وسلسة جدا في التعامل. بالنسبة للقفل والفتح بتاعها، بالنسبة للقفل والفتح عندنا هنا الزرار متقسم جزئين، جزء القصير ده وجزء الطويل. بنروح جايين الجزء القصير بعدينه لبره وندوس على الجزء الطويل، فالعربية تتضم على بعض القدام وبتبقى ثابتة وتقف، وتقدروا ان انتوا تجروها من الدراع ده بحيث انها تبقى سهلة وسلسة جدا في التعامل. تجروها زي الشنطة عادي، ما يبقاش فيها اي مشكلة انها تبقى مضايقاكوا في الاستخدام. ولما بتيجوا تسيبوها بتقف في مكانها زي ما هي، تقفلوها خلاص وقفت بالطريقة دي وليها لوك من هنا، بنضمها على بعض ونقفل اللوك علشان العربية ما تتفتحش مننا. حابين ان احنا نفكها بنفتح اللوك، اهم حاجة ما ننساش. ونروح جايين قلبين العربية بالطريقة دي، والعربية بتتفتح معانا بمنتهى السهولة والبساطة. براند جوي غنية عن التعريف، من اشهر البراند في العربيات سواء عالميا او هنا في الوطن العربي. وكمان في جزء الفرامل من تحت، بتقدري تنزلي الفرامل من ناحية واحدة فالناحيتين بيثبتوا معانا، او ترفعي الفرامل فالعربية تتحرك بمنتهى السهولة. طبعا من احسن العربيات في السوق كله براند جوي، غنية عن التعريف. وطبعا الحزام بتاعها خماسي النقاط علشان تبقي ماسكه البيبي من كل ناحيه، من الاكتاف ومن الوسط ومن تحت. وكمان زي ما انتوا شايفين التبطين بتاع المرتبه بتاعت البيبي بيقعد عليها قد ايه متبطنه من كل ناحيه. والكفر ده كمان حاجه حلوه جدا في الشتاء ومع الهواء ومع الشمس. وما تنسوش تنورونا في معرض لينا بيبي ستور لكل مستلزمات البيبيهات والحوامل، من اول ما تعرفي ان نونو في بطنك. موجود السرير الخشب بالوانها، ومنظم السرير، والجوانب المبطنه بتاعه السرير، والملايات والمخدات
عليهم قفر طقم الجوانب بالملاية بالمخدة، يعني هتفرش السرير البيلي بالكامل ب285 جنيه بس، والسرير الخشب الزان بأقل سعر في السوق كله. والشنط الباك أسعار بتبدأ سوري شنط الكروس أسعار بتبدأ من 195. مخدات الرضاعة، جوانب السرير، سجادة البيانو، شماعات الغيار، منتجات سانوسان وسودو كريم، كل ألوان الشنط الباك اللي تتخيليها من أشهر الماركات. وكمان طبعا منتجات العناية، ماركات شيكو وغيرهم، البابتات، كل أنواع الاسترولرز، البيبي نست، كل أنواع الشايلات الشيكو بأقل سعر في الأسواق، والديب سيت كارير، والكاريكوتات الشيكو، مستلزمات تعليم البوتي، سواتر الرضاعة، ومخدات الرضاعة، كل ده بأقل سعر في السوق كله في معرض لينا بيبي ستور. هستناكوا تنورونا، وبنشحن كمان لكل المحافظات وكل الأماكن. هتلاقوا كل المنتجات عندنا الحمد لله بأقل سعر في السوق كله. هستناكوا تنورونا، اشوفكم ان شاء الله الريفيو الجاي. باي باي.